بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية أهلا وسهلا بحضراتكم النهاردة في الفيديو دهوت ده إن شاء الله تعالى بنتكلم عن عنصر مهم جدا في حياة النبات وهو عنصر المغنيسيوم عنصر المغنيسيوم من العناصر الضرورية لنمو النبات وبيصنف من العناصر الكبرى يعني بيحتاجوا النبات بكمية كبيرة جدا من صفات عنصر المغنيسيوم أنه هو عنصر متحرك المغنيسيوم المصدر بتاعه بيتواجد في نطرات المغنيسيوم وممكن يكون في سلفات المغنيسيوم وممكن يكون في مغنيسيوم مخلب 6% زي الفوستريد المغنيسيوم اللي كنا شفناه بتاع شركه ريدكورب. اللي عايز اقوله اهميه المغنيسيوم للنبات ان النبات يعتبر المغنيسيوم مكون اساسي من جزيء الكلوروفيل اللي هو لولا الكلوروفيل او لولا المغنيسيوم زي العلماء بيقولوا ما توجد شيء اخضر في الطبيعه لولا ما اتوجد شيء اخضر في الطبيعه فالمغنيسيوم مع الحديد بيكونوا جزيء الكلوروفيل والمغنيسيوم اساسي في تكوين هذا الجزيء تمام اذا فهو مهم جدا في عمليه البناء الضوئي بالنسبه لعنصر المغنيسيوم عنصر المغنيسيوم بيعتبر باكيتات المغنيسيوم وبكتات الكالسيوم الاثنين مع بعض بيشتركوا في بيعملوا كماده لحمه في تكوين جدر الخلايا النباتيه المغنيسيوم بيدخل في كتير من التفاعلات الانزيميه داخل النبات طيب العلماء بيقولوا ان المغنيسيوم النبات بيحتاجه من حوالي 70 ل 90 او ل كيلو جرام مغنيسيوم تمام المغنيسيوم المغنيسيوم من الاعراض النقص بتاعه او لما تحب تفرق ما بين النقص بتاع او الاصفرار او التبرقش بتاع المغنيسيوم فرق ما بينه وبين الحديد ان المغنيسيوم بيظهر لي تحت يعني المغنيسيوم بيظهر تحت في النبات من تحت الحديد بيظهر لي فوق فوق في القمه الناميه او العناصر الصغرى كمان معظمها بتظهر لفوق، ليه؟ لأن هي عناصر بطيئة الحركة، أما المغنيسيوم سريع الحركة فمجرد ما بيحصل النقص بتاعه بيبدأ النقص بتاعه من الأوراق المسنة لأنه بيترحل أساسًا وبيطلع فوق، فإذًا فالنقص بتاعه بيكون في الأوراق المسنة بدايته. طيب قلنا بدايته بيبقى في الأوراق المسنة، تمام؟ الشكل بتاعه ايه الشكل بتاعه هيكون زي ما انت شايف كده التبرقش او الاصفار بيجي من بره لجوه في الورقة لاحظ ان قلب الورقة ازرق آه بعد كده في بقع آه ميتة على الاطراف بتاعة الورقة وعلى القمة بتاعة الورقة بتلاقي آه بقع ميتة آه بيميزه برده ان العروق الوسطية اللي هي في العروق الوسطية اللي في الورقة ما تزال بتحتفظ باللون بتاعها فدي ضرورية جداً إذاً فالمنظر اللي قدام حضرتك ده هو لازم يكون في الأوراق المسنة ما يكونش في الأوراق اللي فوق تمام اللي عكسه هو الحديد بيظهر لفوق والإصفرار بيكون عام في الحديد تمام آه بالنسبة لي الإصفرار اللي ممكن يكون ناتج عن بالنسبة لي الـ 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 لازم نفرق بين الإصفرار الناتج عن إصابة مرضية او الاصفرار الناتج عن نقص مغنيسيوم او الاصفرار الناقص الناتج عن نقص عنصر من العناصر الصغرى او نقص عنصر النيتروجين نقص عنصر النيتروجين النبات كله بيبقى اصفر تمام النبات بيحل عليه اللون الاصفر كله تمام المغنيسيوم بيبدا الاصفرار والتبرقش على الاوراق من تحت العناصر الصغرى بتبقى من فوق آه ده بنفرقه عن آه ممكن يكون في إصابة مرضية مثلا كحاجة في الجدر أو يكون في ثاقبة مصة أو يكون في عناكب أو أي حاجة ممكن آه تديني برضو اللون ده هو اللون الأصفر ولكن لازم نفرق بين الإصفرار يبقى المغنيسيوم بنفرقه ان هو بيجي في التبرقش بتاع الاوراق بيجي في الاوراق المسنه وليست الاوراق الحديثه بيبقى في بقع بنيه آه ميته العروق الوسطية ما تزال بتحتفظ باللون الأزرق أو الأخضر بتاعها تمام؟ طيب لو أنا عايز أخي نفسي شر نقص المغنيسيا ممكن أعمل إيه؟ لا دي سهلة خالص إنك حضرتك هتحط العلماء بقوله من 90 ل 100 أو او 100 كيلو مغنيسيوم طيب عندي سلفات وعندي نطارات انت ممكن الشائع بصراحه هو النط... السلفات المغنيسيوم موجوده كتير ودي بتحتوي على من 11 ل 16 اكسيد في المية اكسيد مغنيسيوم فدي ممكن تستخدمها طيب استخدمها ازاي لو عايز تقي نفسك شر القصه دهيا ممكن حضرتك تستخدمها في انك في انك تحط 25 كيلو في الخلطه اللي قلنا بتتحط مع الماده العضويه لكل فدان لكل فدان بتحط 25 كيلو جرام سلفات ماغنسيوم تمام؟ دي حاجه، الحاجه الثانيه ان حضرتك ممكن بدايه من الاسبوع الثاني من الشتل بتبدا تحط كل كل اسبوع مرتين كيلو ونص للفدان بتحط كيلو ونص للفدان لو في بيوت محميه احسب البيوت المحميه زي الزراعه اللي بره لو الفدان بره 5600 نبات شوف الكيلو ونص مرتين في الاسبوع يعني 3 كيلو في الاسبوع بتزيد الكميه ديت في الشهر الثاني لحد ما بنوصلها لحوالي 6 كيلو في الأسبوع ثلاثة كيلو 3 كيلو على مرتين في الأسبوع تمام؟ حاول تشوفها مع النبات من جوه وبره وهي يعني القصه مش قرآن يعني يعني زادت شويه قلت شويه الدنيا ما طيب لو أنا عندي النقص واضح واضح النقص بتاع عنصر المغنيسيوم وعايز أشوف حالي أعمل إيه؟ ممكن حضرتك ترش مغنيسيوم مخلبي 6% أو لو ما تواجدش ممكن ترش سلفات مغنيسيوم وممكن ترش نطرات مغنيسيوم طب لو سلفات مغنيسيوم حضرتك هترشها بمعدل قد إيه السلفات سلفات المغنيسيوم وديت بتتحط من بمعدل من 4 ل 8 جرام في اللتر احسبها بقى على الفدان تبقى قد ايه لو 400 لتر للفدان احسبها تكون قد ايه ولو بستخدم نترات يبقى كفايه نص الكميه اللي انا حطيتها لو بستخدم نترات مغنيسيوم كفايه نص الكميه اللي انا حطيتها من السلفات يعني من 2 لحد 4 جرام على اللتر الميه تمام ولو انا بستخدم مغنيسيوم مخلب يبقى كفايه عليا جرام واحد بس في اللتر باقي لي بس حاجه واحده يا جماعه بنبه عليها ممكن تحط مغنيسيوم سلفات او نترات بس يحصل لي مشكله ايه المشكله دهيت ان برده يبقى عندي نقص النقص ده ناتج من ايه ناتج ناتج من عمليه التضاد اللي حصل ليه في حاجه اسمها التضاد او الانتجنزم ما بين العناصر المختلفه فزياده عنصر البوتاسيوم زيادة عنصر البوتاسيوم ممكن تعمل لي مشكلة في امتصاص المغنيسيوم بتوقفه ده في الزراعات العادية. طيب لو في في الزراعات المائية في مشكلة زيادة عنصر الكالسيوم بتوقف لي عنصر المغنيسيوم خاصة في الزراعات المائية. بتمنى إن إحنا نكون استفدنا من الفيديو ده هون. شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.